لم يندمل جرح هذا الرجل الذي لا يعرف شيئا عن ابنه الذي اختطف في ليبيا. هو وكل هؤلاء الذين جاءوا من صعيد مصر إلى القاهرة لإيصال رسالة للدولة المصرية. فكل ما هو مؤكد أن أبنائهم تم اختطافهم على يد داعش قبل نحو 10 أيام. 21 شابا ذهبوا للعمل في مدينة سرت الليبية منذ عام ونصف. عايزين أولادنا، دول طالعين بتسريحات بجوازات، راكبين طيران، مش رايحين هرابي. أمتهم ماتت في البيت، مش قادرين نعمل أي حاجة، احنا ايدنا عاجزة. وهنا رسالة أخرى حملها هؤلاء للمجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في ليبيا بعد تكرار حوادث اختطاف شباب مصريين هناك. الناس دي خدمت جيش، حاربت في البلد زينا زي أي حد، نموت عشان البلد، أي حد ما يقدرش يحط رجله على شبر فيها. فالناس دي حاربت وتعبت، اتحركوا علشانهم، يعني دي ناس أمتها وأطفال بتموت في البيت. وبعد ساعات من هذه الوقفة الاحتجاجية اجتمع رئيس الوزراء المصري بأسر الشباب المختطفين وأعلن عدم وجود أدلة تؤكد مقتلهم على يد داعش، غير أن الحكومة اتخذت قرارا لاحتواء غضب هذه الأسر لحين التواصل مع ذويهم. أول قرار يمكن اتخذ اليوم هو صرف معاش استثنائي أو معونة لأهالينا الأسر المختطفين 1200 جنيه شهريا، علاج جميع هذه الأسر في التأمين الصحي اللي هم 21 أسرة في التأمين الصحي، وإصدار بطاقة تأمين صحي فورا. إن السيد المحافظ هيبتدي يتواصل مع هذه الأسر في صملوط أسرة أسرة ونشوف احتياجاتهم. وتتباين الروايات عن مصير هؤلاء الشباب المختطفين، لكن الرواية الرسمية لا تؤكد مقتلهم على يد داعش. أيراد سكاي نيوز عربية، القاهرة.